التلقيح. حنا الحمد لله بلد ديكتاتوري، بغينا غير الحريه ديالنا، بغينا الاختياريه ديال التلقيح، ما بغيناش ان هذا الشيء تفرض علينا وعلى وليداتنا وخوتنا ووالدينا. حشومه هذا الشيء وعيبوها، الله يحفظكم الحق. ملي كنلقى انا الجواز انا جاريف با فريمون ا كومبروندر، واش الا كان فعلا شي حاجه اللي خاصها تعطى لهذا المواطن، خاصها تعطى له الكرامه ديالو. ملي كتمشيو لي زوبيتو واش كاين شي حد اللي كيجي كيقول لك اجي راه فوزافي ان بروبليم فلاسونتي ديالك، اجي بزز منك خاصك دير عمليه، اجي بزز منك خاصنا نعطيوك الدواء، اجي بزز منك عندك ان بروبليم ما عرفت شنو، لا بزز منك خاصك دير الجواز. سا سي غاف، هذا راه في الحقيقه غير مقبول في القرن الواحد والعشرين. الا كنا حنايا كنعيشوا في دوله الحق والقانون، الا كنا حنا كنعيشوا في دوله الحق والقانون معروف علينا بان القانون هو اللي كيسيرنا. فين هو هذا القانون؟ فين هو هذا القانون الان؟ قانون ما كاينش، يعني كاين بلاغ حكومي. انا فريمون حنا اوني توس ايتوني، حنا اوني توس ايتوني. والتست بي سي بداك لي كونج بوزيتيف راه ما معنى بوزيتيف، راه حتى هو ماشي نو خاصنا نشوفوا لي سيكل، شحال من سيكل خرج بوزيتيف. لي زعما مريتش كتقول لي راه غادي يعاديك، ما يمكنش، ما كايناش هادي لا سيمبتوماتيك ما كيعاديش الانسان، ما عندوش العرض ما كيعاديش. من الاول حنا في الكذوب في التخرميز في الخوا الخاو، هادشي عينا منه، بركه علينا منه. صحيح هذا كان النهار الاولاني كان اختياري، يعني الانسان كان حر انه يمشي يعملوا ولا ما يعملوش، لو كور ديالو حر. اما دابا ولا اجباري وفرضوه فرضا، يعني اللي ما عندوش ما يمشي يقضي حتى شي مصلحه، ما يمشيش البنكه، ما يمشيش يتقدم، ما يمشي يدير حتى شي حاجه. واش هذا زعما كله خوفا على الصحه، كله خوفا يعني على بنادم على صحته؟ حنا كنشوفوا الناس كتموت، كطيح في المستشفيات كتموت، ما كاينش اللي كيديها فيها. حنا كلنا معنيين، البشريه كلها معنيه اليوم، كلها البشريه معنيه، خصنا نكونوا يد واحده كاملين لانه باغيين يبيدوا البشريه. حنا فهمنا دابا واش الثالثه عندها 6 شهور، من الثالثه اللي بقى حي ديال الرابعه، اللي ما بقاش حي الله يرحمه ما غيتبعوش، ما غيتبعوا بنادم حتى يوصل للقبر، عاد يتهناو منه. اللهم ان هذا لا منكر.